بونسوار. طقس صيفي حار ورطب اجمالا عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. بالنسبه للصوره الشمسيه اللي قرب يخلص موضوع على هالشهر موضوع الاعراس، اليوم صورتنا وصلتنا من سعاد. قبل ما نشوف كيف رح يكفي طقس لبنان بالايام اللي جايه، بنتقل لشوف كيف عم تكون الحراره ببعض العواصم العربيه، ورح بلش مع الرباط 28 درجه، 38 بتونس وايضا القاهره. بنتقل على بغداد مع 49 درجة، 33 بدمشق والقدس. بوصل على الكويت مع 49 درجة، 44 بالدوحة، وبختم مع الرياض 45 درجة. برجع لطقس لبنان، بالنسبة لبكرة الخميس طقسنا غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة. الرؤية رح تكون سيئة بسبب الضباب وأيضا بسبب التلوث الممزوج بالرطوبة. بالنسبة للحرارة على الساحل عم تتراوح بين 22 و 32 درجة، بتوصل بالجبل أقصاها لل 27 وبالداخل لل 37 درجة. تفاصيل أكثر بنروح على الخريطة اللبنانية، ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار 30 درجة، 31 بطرابلس، 33 بالكورة، 28 درجة بالأرز. الهرمل 32، 30 بالقاع، 28 ببعلبك، 29 درجة برية. بنتقل عجبال مع 31 درجة، 29 بميروبة، 31 بجونية وبعبدة. بيروت كمان 31 درجة مع استقرار بدرجات الحرارة لبكرة الخميس. زحلة 37 درجة، 35 بشتورة، 34 بعنجر، 32 درجة من مشغرة مع طقس غائم جزئيا. جزين 30، 29 برشية، 31 درجة بمرج عيون وبنت جبال. بيت الدين 29 درجة، وبختم مع المناطق الجنوبية صيدا سور وقانا و32 درجة. إذا كيف رح يكفي طقس ثلاث أيام اللي جايين؟ بالنسبة لبكرة الخميس عنا استقرار بدرجات الحرارة لتتراوح بين ال 26 وال 31 درجة، ترتفع للجمعة لتوصل أقصاها ل 32 أدناها لل 26 درجة، أما السبت بترجع بتنزل الحرارة لتتراوح بين 28 وال 31 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 18 و 28 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، بعتولنا صوركن على إنستغرام وعلى فيوتشر تي في أبليكيشن، وأنا بشوفكن بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت.